أخبار السابعة من التناصح إليكم عناوينها. فضيلة مفتي الديار الليبية يدعو ضباط الجيش لتأسيس مجلس عسكري موحد والوقوف ضد اجتماعات القاهرة. المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يقدم إحاطته لمجلس الأمن ويؤكد بدءه في المحاولة الأخيرة لتعديل اتفاق صخرات. هيومن رايتس واتش تحث السلطات الليبية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة. أهلا وسهلا بكم إليكم التفاصيل، حيث قال فضيلة مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أن توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يكون داخل ليبيا، ومن يوحدها هم الناس الحريصون على البلاد. المؤسسة العسكرية يجب أن تكون اجتماعاتها داخل ليبيا، ويكون الناس الذين يريدون أن يوحدونها هم الحريصون على ليبيا. أما أن يكون من يقود هذه المسألة هو الانقلاب الذي حصل عام 2014 من قبل حفتر وجماعته، فكل من يسعى فيه وكل من يدعو إليه وكل من يشجعه من الحكومات أو من المؤسسات هو في الواقع يدعم الانقلاب على الشرعية ويدعم الانقلاب على الثورة، ولا يليق بالمسؤولين في بلادنا أن يدعموا الانقلاب على الشرعية. إلى ذلك دعا فضيلة مفتي الديار الضباط في كل ليبيا إلى أن يوحدوا المؤسسة العسكرية ويشكلوا مجلسا عسكريا حقيقيا. أدعو كل الضباط في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية أن يقفوا سد الميعين ضد هذا التآمر الجديد على ليبيا، وأن يوحدوهم يكون مجلسا عسكريا حقيقيا يقود ليبيا. احنا يعني نرحب وندعم ونتمنى ان تتوحد هذه المؤسسه العسكريه وتكون لكن تحت ناس ضباط شرفاء احرار يحرصون على ليبيا. الى ذلك نوه فضيله المفتي بان هناك نشاطا على اشده في هذه المرحله لتكميم الافواه، وكل من يتكلم بكلمه الحق يطارد وكثرت الاغتيالات والخطف. النشاط الآن على أشده لتكميم الأفواه وخرس الألسنة، كل من يتكلم بكلمة حق يطاردونه، كثرت الاغتيالات وكثر الاختطاف، كل من ينتقد يعني أعادونا إلى عصور القمع والظلم. لما كدنا نفرح بهذه الثورة التي أعطتنا حق التعبير وحق التكلم بحرية والمطالبة بالحقوق ودفع الظلم، حتى يعني وأدوها الآن، وأصبح في هذه الأيام نرى كل من ينتقد أو يعترض أو يوجه إما يعزل من منصبه وإما يختطف. هذا وكان العسكريون المجتمعون بالعاصمة المصرية القاهرة قد أكدوا على ضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أي استقطابات تؤثر بالسلب على دور الجيش على حد زعمهم. المجتمعون في بين اللهم اطلعت عليه التناصح أكدوا على توافقهم التام على مواصلة الاجتماعات في مصر خلال الفترة القادمة لبحث آلية التنفيذ والتطبيق الفعلي لمشروع توحيد الجيش. بدوره أعلن رئيس لجنة دعم الأمن والدفاع في المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز عن اعتراض اللجنة شكلا ومضمونا على اجتماعات القاهرة لأنها لا تحمل أي صفة قانونية. وقال دبرز أن مصر طرف في الصراع الدائر في ليبيا وليست حيادية، لأنها قصفت مدنا ليبية وتدعم أحد الأطراف، متهما رئيس المجلس الرئاسي المقترح السراج بانتهاك اتفاق أسخرات لأن صفة القائد الأعلى لكل أعضاء الرئاسي، وأكد على تواصلهم مع عدد من الضباط في كافة المدن في ليبيا معلنا أن جميعهم معترضون على اجتماعات القاهرة. إلى ذلك لفت إلى محاولة تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش هو تقويض لكل محاولات الاتفاق والسلام وتجر البلاد إلى حروب، لأن حفتر مجرم حرب ومطلوب دوليا بحسب تعبيره.
فيما عرب رئيس المجلس العسكري صبرات طاهر الغرابلي عن رفض المجلس أي اتفاق ينتج عن اجتماعات القاهرة لتوحيد القوات العسكرية واختزالها في شخصية واحدة. الغرابلي أكد للتناصح أن اجتماع القاهرة المزمع لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا جاء بضغوطات خارجية من بعض الدول دون خطط واضحة. وتابع الغرابلي بالقول أن مشاركة الساسة في مثل هذه الاجتماعات غرضها التسويق السياسي. في شأن آخر، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن أبرز ما في خطة البعثة هو تعديل اتفاق أسخرات، مشيرا إلى أنه كلما اقتربت ليبيا من الانتخابات قلت فائدة تعديل الاتفاق. من أهم عناصر خطة العمل هو تعديل الاتفاق السياسي الليبي. عندما شاركت في هذه البعثة طلب معظم الأطراف إدراجي هذا العنصر في خطة العمل. كان سيكون من المفيد تعيين سلطة تنفيذية جديدة، ولكن فقط إذا تم ذلك بشكل مفتوح وعلى أساس وحدة وطنية. خطة العمل لا تعتمد على هذه التعديلات، وكلما اقتربت ليبيا من الانتخابات كلما قلت أهمية هذه التعديلات. ولكن بدءا من الغد سوف أبدأ بمحاولة قد تكون الأخيرة لتنفيذ هذه التعديلات. سلامة، وخلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال أن ليبيا تعيش أوضاعا اقتصادية هشة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من أن أنتاج ليبيا لأكثر من مليون برميل من النفط يوميا إلا أن الفقر يزداد عاما بعد عام. إن الأوضاع المالية في ليبيا هشة جدا. البلاد تنتج الآن أكثر من مليون برميل من النفط يوميا، ولكن البلاد لا تتمتع بتعاف اقتصادي حقيقي، فبدلا من ذلك يزداد الناس فقرا عاما بعد عام. والنساء التي كان يتمتعن بظروف اقتصادية جيدة اعترفنا أنهم الآن يرسلون أطفالهم للعمل. نفتقر كذلك إلى الخدمات الصحية والتعليمية. دعت منظمة هيومن رايتس واتش الأمم المتحدة إلى حث الرئاسية المقترح وما وصفتها بالسلطات المتنافسة بالشرق الليبي إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة هذا العام. وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي أن الانتخابات الحرة النزيهة تحتاج إلى بيئة خالية من الإكراه أو الترهيب في حق الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، مضيفة بأنه ينبغي احترام حرية التعبير وسيادة القانون مصحوبة بسلطة قضائية فاعلة
قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات بحسب المنظمة. دعت منظمة وتضامن لحقوق الإنسان ومجلس الشباب متعدد الثقافات دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى المطالبة بفك الحصار المفروض على درنة من قبل ميليشيات ما تسمى الكرامة. وقال تضامن ومجلس الشباب متعدد الثقافات في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، حيث قال أن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة المقترحة وأخرى يقودها الكرامة لا زالت ترتكب انتهاكات جسيمة دون أي محاسبة. هذا وأعربت المنظمة والمجلس عن بالغ قلقهما من أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل وخارج مراكز الاحتجاز. في درنة قال مسؤول الملف الأمني للمدينة يحيى لسطى عمر الأربعاء إن المدينة تعيش أوضاع أمنية مستقرة رغم الحصار المفروض عليها وتواصل قفل بوابة كرسة في المدخل الغربي لدرنة. عمر في تصريح له الأربعاء أضاف أن أطفال المدينة في أغلب المؤسسات التعليمية يحتفلون باليوم العالمي للطفولة، وأشار إلى أن المصارف والمحلات التجارية والمؤسسات كافة تعمل بشكلها المعتاد، مشيرا إلى أن ما تنقلته بعض الصفحات المؤيدة لما تعرف الكرامة من العثور على جثث مذبوحة بأطراف المدينة هي مجرد أخبار عارية عن الصحة. قال المحامي بالجنائية الدولية توبي كادمان في ندوة عن المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين والسياسيين عن جرائم الحرب المنعقدة بجنيف الثلاثاء، قال أنه قدم تقريرا للجنائية الدولية يدين مجرم الحرب خليفة حفتر بسبب تورطه في جرائم حرب وتحريض على القتل، إضافة لممارسته انتهاكات ضد الإنسانية داخل بني غازي. أو يكون عاملا للاستقرار، فنحن بأن حفتر والأشخاص العاملين معه والمتهمين باقتراف هذه الجرائم يمثلون عاملا لعدم الاستقرار. لأن قلت لكم لا تزال هناك جرائم تقترف في ليبيا، وفي غياب المساءلة والمتابعة الجنائية فهذا يعتبر بالنسبة لهم مثل الجائزة تمنح لهم عندما لا تكون هناك مساءلة ومتابعة جنائية. إلى ذلك أضاف كادمان في ندوة جنيف أن القيادي في ميليشيا الكرامة المدعو محمود الورفلي لا يزال ملاحقا من قبل محكمة الجنايات الدولية، وأن هناك صعوبة في القبض عليه لأنه لا يوجد أي تعاون من قبل حفتر لتسليم الورفلي للجنائية الدولية. فإن هناك صعوبات كما قلت لكم للمحكمة الجنائية الدولية أمامها للمطالبة به، لأن عدم وجود تعاون من حفتر لا سيما في ليبيا وكما الفرمان. قال ناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك أن لجنة الأزمة المعنية بمعالجة الوضع في الجنوب قد وصلت الأربعاء إلى سبها للجلوس مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. السلاك على حسابه الشخصي أضاف أن الجرحى سينقلون لتلقي العلاج في العاصمة طرابلس، مضيفا أن المنطقة الجنوبية ستزود بالمستلزمات الطبية. إلى ذلك تشهد مدينة سبها الثلاثاء هدوءا حذرا بعد اندلاع اشتباكات متقطعة في محيط معسكر كتيبة شهداء سبها. وقال مصدر من المدينة للتناصح أن الاشتباكات اندلعت ليلة الاثنين واستمرت لقرابة 5 ساعات متواصلة، مؤكدا وقوع قذائف على بعض الأحياء السكنية في المدينة، وأشار إلى عدم وقوع أي إصابات جراء تلك الاشتباكات. الجدير بالذكر أن مدينة سبها تشهد توترا أمنيا نظرا للاشتباكات العنيفة بين اللواء السادس من جهة ومجموعات تابعة لقبائل تبو من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
قال مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية إحدى فصائل المعارضة التشادية المسلحة النشطة في الجنوب الليبي إن طائرات ليبية تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر قد نفذت ضربات جوية الاثنين ضد أحد معسكراتها في الأراضي التشادية. وأضاف البيان أن الغارات تسببت في أضرار طفيفة في الممتلكات دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية. هذا وقد أدان الفصيل هذا العمل معتبرا إياه اعتداء عليها وتدخلا في شؤون تشاد. وحذر الفصيل من كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون داخلية لتشاد أو اختراق مجالها الجوي، متوعدا بإسقاط أي طائرة أجنبية معادية ستقوم بانتهاكه. السابعة متواصلة وفيها بعد الفصل. الداخلية الإيطالية تؤكد تراجع أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا. الجيش النظامي جيش منظم تحصل أفراده على تدريب عسكري في الكليات العسكرية والحربية، جيش له قوانين عسكرية وعقيدة حربية، لديه تراتبية عسكرية في أخذ الرتب وطاعة الأوامر، يكون ولاؤه لله ثم للوطن. إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا. يحمي شعبه من أي عدوان عليه، يحافظ على السيادة الوطنية لدولته. الجيش يكون تحت السلطة المدنية ويأتمر بأوامرها. الرتب العسكرية تمنح بالتقادم وبتراتبية نظامية. لا تمنح رتبة عسكرية لشخص يحمل جنسية غير جنسية الجيش التابع له. أهلا وسهلا بكم من جديد. أعرب رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهل تورغاء عماد رقيعة عن تطلعهم لدور أكبر تلعبه الأمم المتحدة للضغط على الحكومة المقترحة لضمان عودة الأهالي إلى مدينتهم. رقيعة في تصريح له الثلاثاء قال أن مخيمات أهل تورغاء بقرارة القطف تنذر بكارثة إنسانية ما لم تعالج مشكلة العودة بشكل عاجل. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهل تورغاء تواصل اجتماعات المكلفين بمتابعة عودة الأهالي في طرابلس بين المجلس المحلي تورغاء وعدد من وزراء الحكومة المقترحة. هذا وكانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتورغاء قد بحثت الثلاثاء العراقيل التي حالت دون رجوعهم أو رجوع أهالي تورغاء إلى مدينتهم. وبحسب مصادر متطابقة فقد بحثت اللجنة في اجتماعها سبل تفعيل بنود اتفاق مصراتة تورغاء وسرعة تنفيذها
كما تدارست اللجنة ملف الصحة والمفقودين إضافة إلى آلية تأمين المدينة. هذا وحضر اجتماع اللجنة الذي عقد بدوار رئاسة الوزراء بطرابلس وزير الدولة المفوض لشؤون اللاجئين والمهاجرين وأعضاء لجنة اتفاق المصالحة بين مصراتة وتورغا. اتفق المجلس البلدي مصراتة مع بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا على إتاحة الفرصة للمركز الليبي للألغام وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين للقيام بمهامهم تجاه ملف مصراتة تورغا. وأكدت بعثة الأمم المتحدة خلال اجتماعها مع بلدي مصراتة على دور المدينة في المصالحة الوطنية مشيدة بدورها تجاه ملف النازحين بشكل عام وملف تورغا بشكل خاص. هذا وحضر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء نائبة وممثل مساعد وممثل ومساعد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ومديرة مكتب التنسيق الإنساني إضافة إلى عميد وأعضاء بلدية مصراتة. في خبر آخر، حيث بحث عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد عماري مع المجلس البلدي بنغازي المنتخب الأوضاع الخدمية لمهاجري بنغازي بطرابلس والخطوات المتخذة لحلحلة المشاكل التي يعانونها. جاء ذلك في اجتماع عقد الثلاثاء بالعاصمة ناقش فيه المجتمعون الصعوبات التي تواجه المعلمين من مدينة بنغازي والموجودين بطرابلس من حيث الاستمرارية في العمل وصرف المرتبات. وحضر الاجتماع الذي تم بديوان رئاسة الوزراء عميد بلدية بنغازي طارق العرفي إضافة إلى عضوي المجلس البلدي عبد السلام البسيوني وعبد الخالق الصبري ووكيل ديوان البلدية حسين منصور. أحيت المكونات البنغازية بالعاصمة طرابلس الذكرى السابعة لتصدي أبناء بنغازي لرتل القذافي تحت شعار ملتقى بنغازي الأمل، وألقيت فيه العديد من الكلمات للمشاركين. أهالي بنغازي المهجرون يحتفلون بذكرى النصر خارج مدينتهم وأمل العودة لا زال موجودا. في ذكرى تصدي أبناء بنغازي لرتل القذافي وما عرف آنذاك بالسبت الأسود والذي انتصرت فيه المدينة ورفعت فيه أعلام الثورة من جديد، وبدأ قطار فبراير بالمسير لتعلن بنغازي لكل الليبيين بأن إرادة الشعب ماضية ولا مناص للتغيير. إحياء لهذا اليوم نظمت المكونات البنغازية ملتقا تحت شعار بنغازي الأمل بالعاصمة طرابلس، رسالة أطلقها المنظمون للحدث أكدوا فيها تمسكهم بالمبادئ التي جاءت بها الثورة وبأن قضية بنغازي لا زالت حية. قضية بنغازي لا زالت حية سواء كان في الشرق أو في الغرب، رغم المعاناة لدى المهاجرين، رغم المآسي، رغم الكوارث، رغم قلة اليد وقلة الحيلة، إلا أن قضية بنغازي لا تزال متربعة في قلوبهم، لا زالت حية. وأيضا أهلنا في الغرب الليبي في طرابلس وفي مصراتة وفي كذا كانت كلها بنغازي حية في قلوبهم. الحمد لله رب العالمين أن خرجنا بهذا الملتقى بهذا الجمع الغفير فضل الله سبحانه وتعالى، والقلوب متوحدة متآلفة، وهكذا هو ديدن بنغازي، دائما توحد ولا تزرع الشقاق، هكذا بنغازي منذ أن عرفناها إلى الآن وثبتت في هذا الملتقى. في حين أكد رئيس الهيئة البنغازية علي المانع بأن أهالي بنغازي المهجرين متمسكون بحق العودة إلى مدينتهم وبأنهم دعاة سلام لكل الليبيين، وأكد رفضهم كل أدوات القمع التي تنتهجها ميليشيات الكرامة في بنغازي في حق أبنائها. نحن مهاجري بنغازي دعاة صلح ودعاة محبة ووئام وعودة السلم الأهلي لليبيا، إلا أننا في نفس الوقت نرفض بقوة الانقلاب على الشرعية والانقلاب على اختيارات الشعب. عميد بلدية بنغازي المنتخب طارق العرفي وصف إحياء هذه الذكرى بأنها تحمل في طياتها شعور الألم والفرح في آن واحد وذكرى لمن يعشقون الحرية وحب الوطن، مؤكدا في كلمته بالعمل على حق العودة لمهجري بنغازي. إنها ذكرى صد العدوان الغاشم والغادر على مدينة الثورة والنضال مدينة بنغازي، التي لطالما نادت عبر عقود من الزمن بالحرية والكرامة والإصلاح، رافضة للتسلط والهيمنة والظلم والاستبداد. إنها ذكرى تحمل في طياتها
شعور الفرح والألم في آن سواء، لأنها سطرت ملاحم البطولة والفداء. نعقد العزم ونصون العهد ونجدد الأمل، بهذا الشعار اختتمت فعاليات ملتقى بنغازي الأمل، والذي حضره العديد من الشخصيات المسؤولة في الدولة ومؤسسات مدنية ونشطاء سياسيون، بالإضافة إلى المكونات البنغازية. كلمات حملت في طياتها العديد من الرسائل أكد عليها المشاركون، والتي تدعو للعدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبدأ الديمقراطية والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد. شدد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فايز السراج على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف المدن في ليبيا التزاما بالمسار الديمقراطي بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المقترحة. لذلك أكد السراج خلال لقائه رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بنتاهية أن حكومته تعتمد خيار اللامركزية وإعطاء صلاحية واسعة للبلديات، مشيرا إلى أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطن وخياراته على حد تعبيره. قالت الداخلية الإيطالية أن أعداد المهاجرين القادمين بليبيا عبر المتوسط إلى إيطاليا شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي. الداخلية الإيطالية في بين لها الثلاثاء أوضحت أن أعداد المهاجرين قد قلت بنسبة 71% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، وأقل بنسبة 66% مقارنة بالعام 2016، مشيرة إلى أن 4399 مهاجرا غير قانوني من إجمالي 6061 قد وصلوا إلى إيطاليا قادمين عبر الشواطئ الليبية. إلى ذلك أكد السفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بيروني على تعزيز العمل بين جهاز مكافحة الهجرة والمنظمات الإيطالية غير الحكومية لمكافحة التهريب وتحسين أوضاع المهاجرين. بيروني في مؤتمر له قال أو خلال زيارته لمراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين بطريق السكة، أكد على عزم إيطاليا دعم البلديات المتضررة من الهجرة غير النظامية، وذلك بقيام شركات إيطالية بتنفيذ أعمال صيانة للبنية التحتية. كما أشار السفير الإيطالي إلى أنه حال تعذر إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، فسيتم ترحيلهم لبلد آخر كون ليبيا منطقة حروب ونزاعات وفقا لتعبيره. قالت القوات البحرية الليبية أن قيام السلطات الإيطالية باحتجاز إحدى سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمة الإسبانية برواكتيفيا يعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون بين ليبيا وإيطاليا. يأتي ذلك على خلفية حادثة عرقلة سفينة المنظمة الإسبانية لإحدى عمليات الإنقاذ في المياه الليبية، والتي كانت تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل الليبية الخميس الماضي. قالت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قدمت رشوة بقيمة 16 مليون دولار كمكافآت. الشبكة في تقرير لها عن قضية رشوة نشرتها الثلاثاء أوضحت أن شركة كابيتال بارتينز المتخصصة في إدارة الأصول اتهمت مصرفيا يحمل اسم فريدريك مارينو بحصولها على أموال كعملات سرية من المحفظة بين عامي 2009 و2014، مشيرة إلى أن مارينو الذي يمثل أمام محكمة في لندن يدافع عن المكافآت التي استخدمها لتغطية مصاريف حياته اليومية التي شملت إقامة في فندق 5 نجوم بالعاصمة الإنجليزية بقيمة فاقت 200,000 دولار. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن للمؤسسة أولويات خدمية في منطقة الواحات بحسب الاحتياجات الملحة وقدر المستطاع. وأشار صنع الله خلال لقاء جمعه بعميد بلدية أجلة
لأن هذه الخدمة أو الخدمات تأتي بعد الاتفاق مع المجالس البلدية باعتبارها الأجسام الشرعية المنتخبة مباشرة من قبل المواطن. وناقش صنعلة برامج التنمية المستدامة التي تشرف عليها المؤسسة في منطقة الواحات عامة ومنطقة أجلة بصفة خاصة. صعدت أسعار النفط الخام الأربعاء متأثرة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط وقوة الطلب على الرغم من زيادة الإنتاج الأمريكي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا لتصل إلى 67 دولارا و56 سنتا للبرميل. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد زادت ب 15 سنتا أو ما يعادل 63 دولارا و69 سنتا للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة. في شأن رياضي، حيث استطاع فريق الأنوار لكرة القدم تحقيق فوز هام ومستحق إثر تغلبه على فريق النجمة بنتيجة هدفين، وذلك في المباراة التي جرت الثلاثاء على أرضية ملعب بنينة لحساب إياب الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم. وشهد اللقاء خروج البطاقة الحمراء للاعب النجمة محمد سليمان، وبهذا الفوز رفع الأنوار رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد النجمة عند 10 نقاط. المساحة متروز يتوغل ويطاول من شي حكم المباراة يشير لاستكمال واستمرارية اللعب، مازال يحتفظ بالكرة ماذا يشير حكم المباراة. ضربة جزاء رابع موسى وضربة جزاء ضربة. شاركت ليبيا في منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي انطلقت في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، حيث حصد الليبيون مراكز متميزة في هذه الدورة. علاء بن سليمان والتفاصيل. تشارك ليبيا في منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الذي انطلق في أبوظبي الإماراتية السبت الماضي، وتستمر فعاليات الدورة حتى 22 من مارس الجاري. وفي أولى أيام المنافسات حصد المنتخب الليبي 13 ميدالية ذهبية وأربع ميدالية فضية وخمس نحاسية، وذلك خلال مشاركة المنتخب في منافسات ألعاب السباحة وألعاب القوى وكرة القدم والطاولة، إضافة إلى رفع الأثقال ومنافسة الدراجات الهوائية وسباق الجري. فقد حصد فريق منتخب ليبيا في كرة الطاولة قلادة ذهبية، وحقق اللاعب عبد اللطيف أحمد القلادة الذهبية في فردي منافسات كرة الطاولة بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصد أحمد عزوز أربع قلائد ذهبية، فيما حصدت سعاد عياد أربع ذهبيات بوزن 47 كيلوغرام في رفع الأثقال. وحقق العداء عبد الله إبراهيم المرتبة الثالثة في سباق 400 متر، فاستحق القلادة النحاسية، فيما توجت مرام بن عيسى بالقلادة الذهبية لسباق 25 مترا، واستطاع عمر الهروس أن يحصد الفضية في سباق 50 مترا. وتميز العداء الملقب ببولت ليبيا علاء الفراوي بذهبية سباق 200 متر، وتمكن حازم موسى من حصد ذهبية أيضا في سباق 400 متر. وفي منافسات اليوم الأول للدراجات الهوائية توج محمد عبد الحكيم بذهبية سباق 5 كيلومتر حر، وحصد عقيل عبد السلام قلادتين فضيتين في سباق 5 كيلومتر ضد الوقت وسباق 5 كيلومتر حر أيضا. وفي لعبة البوتشي للذكور استطاع اللاعب علي المهدوي خطف ذهبية، بينما حققت اللاعبة هناء بروي ذهبية فردي الإناث. قبل ختام الأخبار، هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. فضيلة مفتي الديار الليبية يدعو ضباط الجيش لتأسيس مجلس عسكري موحد. سلامة يقدم إحاطته لمجلس الأمن ويؤكد بدأه في المحاولة الأخيرة لتعديل اتفاق أسخرات. هيومن رايتس واتش تحث السلطات الليبية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة. تابعتم أيضا الداخلية الإيطالية تؤكد تراجع أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا.
أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن، في أمان الله، إلى اللقاء.